حفلة الموسم هكا سميوا حفلة نانسي عجرم وتامر حسني اللي صارت في الرياض نهار الجمعة. دونك أول حفلة يشهدها مسرح أبو سالم في باليفار في الرياض، ونانسي اختارت أغنية ليلى لو باقي ليلى تحل بها البلاتو. نسمعها شنو قالت. أنا كثير سعيدة إني عم شارك لأول مرة بالرياض وبموسم الرياض ومع أحلى جمهور الليلة، وطبعا بدي هني المملكة العربية السعودية، وبدي هني الرياض، وبدي هني هيئة الترفيه، والله يقويهم. يعني أنا بعتبر اليوم وقفتي على هذا المسرح نقطة مهمة بمسيرتي الفنية. يعني اليوم الحفلات يعني ملي بدأت موجودة في السعودية تبارك الله النجوم الكل مشاو، النجوم الكل قاعدين يغنيوا وفرحانين بوجودهم في السعودية، ثورة فنية فقولوا بأتم على الكلمة في السعودية.